يعني الخطاب كان مهما جدا، ولكن ما هو أهم من الخطاب أن صمت كل من وجه لهم رئيس الجمهورية أصابع الاتهام، لم يتجرأ أحد منهم على الخروج أو الرد على الرئيس، وهذا يؤكد بشكل لا يضع مجالا يعني للتأويل أن ما قاله هو يتضمن نسبة كبيرة من الصحة والدقة، وبالتالي كان عجزهم عن الرد أكبر دليل على مصداقية ما جاء على لسان رئيس الدولة. باعتقادي أن هنالك متغيرات مهمة بدأت في تونس، هنالك حكومة لأول مرة منذ 10 سنوات لا تشارك فيها حركة النهضة، هنالك توجه لتطهير القضاء من سيطرة جماعة الإخوان على الكثير من محطاته، وأيضا هنالك العمل الأساس هو الذي تعهد به رئيس الجمهورية، هو السعي لكشف كل الملفات التي ما زالت حرقة إلى يوم الناس هذا، وبالتحديد شهداء الاغتيالات، شهداء العمليات الإرهابية، من وقف وراء دعم الإرهاب. هذه القضايا هي قضايا حارقة في تونس وتحتاج إلى كشف، وباعتقادي أن الوقت قد بدأ يزف الآن نحو الكشف كل هذه الحقائق يعني في الفترة القريبة القادمة. يمكن القول بأن تونس ستبدأ مرحلة جديدة في عهد حكومة المشيشي المنتخبة، وهي مرحلة قلب الطاولة على النهضة والأحزاب الإخوانية في تونس؟ هي ليست قلب الطاولة على النهضة أو الأحزاب الإخوانية، هي قلب الطاولة على مشهد سياسي فاسد. يعني اليوم هذه الحكومة التي تأتي من خارج الأحزاب، لو لم تجد سندا شعبيا لها لكانت الأحزاب لم تصوت لها، ولكن الأحزاب تعي تماما أن سبب الكوارث التي وصلت لها تونس هي أداء هذه الأحزاب، تحالفاتها المشبوهة، خدمتها لأجندات لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية، وبالتالي هي فهمت أنها إن رفضت هذه الحكومة ستدخل في مواجهة مع الشارع، لذلك رفضت يعني هذه الأحزاب، وهذا أمر مهم جدا في المرحلة القادمة. لكن لماذا انعكاسات كبيرة على الواقع في حال هو مشهد سياسي فاسد، لماذا لم نشهد هكذا تصريحات عندما طلبت الأحزاب التونسية بإقالة الغنوشي قبيل انتخاب هذه الحكومة بتهم فساد ودعم الإخوان؟ هل هو خوف مما يقال عنه بمخططات أردوغانية إخوانية للإطاحة بسعيد؟ لا لا لا، أولا من طالب بإقالة راشد الغنوشي برئاسة البرلمان هي أحزاب معارضة داخل المجلس وليست الحكومة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن يعني حركة النهضة كان لديها هدف جر تونس لكي تقف في الحلف التركي القطري في ضد يعني ضد الشعب الليبي، وليس في الوقوف في مواجهة حلف آخر. تونس خارج أحلاف سواء الحلف القطري التركي أو الحلف السعودي الإماراتي. تونس تقف بموقف له علاقة بمصالحها وأمنها القومي، وبالتالي هم أرادوا جر الرئيس قيس سعيد وجر تونس لتكون قاعدة ارتكاز للجماعات الإرهابية والمرتزقة السوريين الذين حاليا يتواجدون في مناطق الغرب الليبي. أرادوا أن تكون تونس يعني محطة عبور لهم باتجاه الأراضي طيب الليبية باختصار. رجالا وسلاحا، وهذا ما رفضته تونس جملة وتفصيلا. في حال ثبت تورط قطر وتركيا في دعم وتمويل هذه الجهات، برأيك ما الإجراءات المتوقعة القادمة من قبل الحكومة يعني وقيس سعيد؟ نعم. يعني أولا هنالك قضيتين. أول أمس تم تقديم قضية من يعني وزير مكافحة الفساد السيد محمد عبق في آخر يوم له في الوزارة بتهم تبييض أموال ضد حركة النهضة للقضاء. علينا أن ننتظر الآن كيف سيتم التعامل مع هذه القضية. فهنالك الكثير من الملفات التي بدأ فتحها الآن في تونس، وهذه تحتاج إلى شجاعة، إلى جهد، وإلى عمل من أجل كشف كل هذه الحقائق، لأن هذه الشبكات هي عبارة عن شبكات عنكبوتية أشبه بأيدي الأخطبوط. يعني ليست قضية سهلة مرتبطة بشخص أو شخصين أو شركة أو مؤسسة. هذه الشبكات يديرها التنظيم العالمي للإخوان المسلمين في أكثر من 100 دولة في العالم. وضحت.
نعم، ضيفي من تونس الباحث والمحلل السياسي، أتشكرك جزيل الشكر أستاذ باسل الترجمان.